انطلاق عن ثوب العرضية والدفاع والارتباك والتصويب، ولكن يا الله يا الله، ايه يا رجالة، ايه يا رجالة، فين الرجولة، فين الروح الكبيرة الموجودة في اداء النادي الاهلي، فين الاصرار بتاعنا الكبير الحاوي والدفاع في النفس بالنسبة للاعب الاهلي، ولكن هم متعودين على محصر رقم 29 أمامية، استلام بسقوط، أثر التصويب والهدف مش ممكن، يلا 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 يلا، ولكن تعدى بره ملعب، الاستلام هو كل الجمال، كاميرا خطير، كاميرا عدى وقف على كورته عرضية للتأكيد، بولاجي خطير، بولاجي طويل القامة بعرضية براس، واحد على اثنين، واحد على اثنين، أزارو والعرضية قوية جدا لصالح النادي الأهلي. حسام عاشور أمامية منتهى الخطورة، صلاح تصويبة، ولكن فين في المدرجات بدون عنوان غير جيدة، هجمة أمامية خطيرة، أزارو منتهى الخطورة، أزارو استلام بهجمة، أزارو وراء لبافور رقم ثلاثة اللاعب الغاني أسانتي، وتصويب في محاولة هجومية على الشمال خطيرة بعرضية عالية وممتاز ممتاز كوليبالي، كوناكري كرة عالية فوق خطيرة راسية لوحده، ولكن بعيد الشكل موجودة في أداء الشناوي على الشمال خطيرة عرضية محمد نجيب، ودفع اللقاء الأخير أمام منتخب النيجر بالنسبة لمنتخب مصر في العضلة طاهر والحاوي ونزول أعزائي المشاهدين.